مثل ما كان بالتقرير اللي شفناه للحكواتي حكايات كثيرة وروايات مليانة قصص وشغف وعبرها، كمان ما في شك إنه للسينما حكايات إلى أبطالها الخاصين وأهدافها باختلاف تقنياتها عبر مر الزمن بالعالم العربي والعالمي، وخاصة آية السينما السورية يلي أثبتت وجودها رغم الكثير من العقبات يلي عم تواجهها، فهي تكرمت من أيام مثل ما كلياتنا كنا عم نشوف على مواقع التواصل الاجتماعي بسلطنة عمان ضمن فعاليات أيام سينمائية سورية، يلي رح يحكي لنا عليها أكثر الإعلامي السوري سومر العلي المقيم بسلطنة عمان ويلي انضم لنا عبر السكايب. صباح الخير. صباح الخير لكم أكيد ولكل متابعين قناة سما، ومتشرف بوجودي معكم. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك معنا. بداية لكل حدا عم يتابعنا وحابب يعرف اكثر، خلينا نحكي عن ايام السينما السورية بسلطنة عمان، شو الفكرة، امتى انطلقت، امتى بلشت، والتفاصيل كلها المتعلقة فيها. طبعا مثل ما بنعرف احنا العلاقة القوية الكبيرة اللي بتجمع بين عمان وسوريا، خصوصا يعني بالظروف اللي تعرضت لها بلدنا، فما كانت يعني الشعب تكون من الدول الشقيقة فعلا ومواقف ايجابية، فالتعاون التطور التعاون خلال السنوات الأخيرة انعكس بأكيد الجانب الثقافي، فلأول مرة كانت على الأنظمة هي فعالية أيام سينمائية سورية بسلطنة عمان لمدة 4 أيام بتنظيم من جمعية السينما والمسرح العماني، وأيضا التعاون مع السفارة السورية بسلطنة عمان، ورعاية كانت يعني واهتمام كبير من حكوميا بالسلطنة، وتواجد فيها كمان مخرج سوري نزلة تنزور عاطف وفيلم، ونعرض فيها 4 أفلام، فكان الإقبال كثير جدا يعني حتى بالمسرح اللي كان بتاع يعني العدد كبير في جمعية السينما، حضر كثير ناس وجهات إعلامية، وهذا كله كان شيء جميل ومتميز للسينما السورية اللي هي شهدت أكيد تطور بالسنوات الماضية. نعم تماما. يعني قديش مهم سومر فعليا إتاحة الفرصة لمتابعي السينما بأنهم يشوفوا الأفلام السورية ضمن هاي الفعاليات؟ طبعا مهم جدا، أول شيء الجانب العماني أنهم يشوفوا خصوصا الأفلام تتحدث عن جوانب كثير إنسانية فنية مجتمعية، والأهم أنه قصص صارت في الحرب على سوريا وكيف السوريين واجهوها، فهي كانت ايضا هي الفن بنعرف رساله فالشباب العماني والمجتمع العماني يتعرف اكثر على تفاصيل، وبنفس الوقت ما بننسى ابناء الجاليه السوريه اللي يعني تزداد في عمان وتزداد انشطه، ففي كثير ناس كمان سوريين يمكن عندهم اطفال وجيل ربي برا سوريا او خلق برا سوريا، كانت فرصه كمان انه يشوف بلده كيف بالقصص اللي انطرحت، سواء كانت لها علاقه في اثناء يعني الحرب على سوريا او انه بشكل عام يشوف كيف السينما، فهي رسالة كانت لأكثر من جهة قدروا يشوفوا، كان مستوى كبير يعني حتى كان في مطالبات إنه من مخرجين وفنانين ويعني عمانيين إنه يا ريت يكون في كمان فعاليات عمانية بسوريا أسبوع نعرض فيه أفلامنا وفنا ليكون إن شاء الله أكيد هذا التعاون، خصوصا سوريا معروفة بمجال الدراما، يعني يمكن القنوات العربية تماما كانت يعني أغلبها تعرض مسلسلاتنا وأيام المسرحيات وهي القصص، فربيوا على الفن السوري والفنانين السوريين، فكان شيء حلو كثير انه يكون هذا المزيج الثقافي. يعني واقع السينما اجمالا اكيد سومر، يعني عم نشوف سنه بعد سنه عم بيكون في تطور اكثر، نحن اكيد معروفين بالدراما السوريه، لكن هيك بالسينما لسه اكيد نحن يعني عم نمشي هيك ان شاء الله سنه ورا سنه عم بيكون في انجازات يعني اكثر واكثر. بدنا نحكي انه كان اكيد في عده افلام مشاركه منهم دم النخيل للمخرج نجدة انزور، والافطار الاخير لعبد اللطيف عبد الحميد، غيوم داكنه لايمن زيدان، واكيد يعني هالافلام بدك تحكي لنا كيف كانت الاصداء عنهم بشكل عام، ومين اللي هيك حسيت الجمهور كان شدله اكثر تماما. هلا مع احترامنا اكيد وحبنا للجميع، في كان فيلم رابع كمان مخرج جود سعيد، فكمان هاي الفنانين والمخرجين كلهم يعني نحن بنحترمهم ونتشرف فيهم، كان حضور للمخرج نجدة انزور كضيف بالمهرجان او الفعاليه، فكان الصدى كبير انه الناس عم تشوف يعني حتى فيلم الاستاذ ايمن زيدان يعني كان منتظر بشده هون، فالناس كلها اكيد يعني اولا الافتتاح كان حضور كبير غير يعني متوقع، يمكن انه الناس كون السينما السوريه يمكن مثل ما حكينا الدراما تكون اول شوي، بس انه الناس كلها لا كانت موجوده لانه
حابب تشوف شو عم تقدم سوريا بهذا المجال، انشدوا لكل الافلام بدون ما نقول هذا الفيلم او هذا، لانه كل فيلم له طبعه خاصه. كمان المخرج عبد اللطيف عبد الحميد تاريخ كبير بالسينما السوريه، وفي الفيلم اللي هو كمان فيه كان عبد المنعم عميري و كندحنا، يعني كان في كثير فنانين تقالوا في شباب، فهذا كان مزيج. الناس عم تشوف مدارس بالسينما، بنعرف احنا يمكن المدرسه السوريه مختلفه عن مدرسه مصر بالسينما، هي يعني في الاولى على الوطن العربي والى تصنيف عالمي يمكن. حتى في الفيلم الاستاذ ايمن زيدان يمكن شارك بمهرجانات، واغلب الافلام شاركت، فالناس هي عم تتابع هذا الشيء على السوشيال ميديا. عشاق الفن السينما عم يتابعوا هذا الشيء على السوشيال ميديا. لما انتقل لعمان كان الفرصه، احنا بنعرف افلامنا بسوريا ما انا مثلا مصر او افلام المنصات او اي انها تنعرض في مكان اخر، اغلبها عم يكون بالسينما، فانت فرصتك الاولى والاخيره هي انك تروح على السينما وتحضر الفيلم. فهي كانت نقطه مهمه، انه اللي بيعرف المتابع او الجمهور انه انا عندي فرصه وحده اروح احضر هذا الفيلم وشوف شو عم يقدم لي. تمام سومر، نحن بنشكرك كثير يعني على هاي المعلومات اللي قدمت لنا اياها، وبنتمنى دائما انه النجاحات السوريه تكون هيك عم بتطوف بكل انحاء العالم، والانتاجات السوريه بمختلف انواع الفنون. شكرا كثير لك، يسعد صباحك.